معنا بقسم النساء أكثر من 60 حالة، تمام؟ الإجمالي قسم النساء والرجال أكثر من 140 حالة، تمام؟ وباء داخل الأقسام، ونحتاج قلافصات معقمات. والناس يأخذوا صورة فيك ذكريات نحن في مركز وباء الكوليرا في النصف الجمهوري نستقبل ما بين يعني في يوم أمس استقبلنا أكثر من 106 حالات وباء كوليرا. في شهر مارس 2019 استقبلنا أكثر من 1150 حالة، منها 800 حالة مؤكدة. المركز يفتقر لأبسط المقومات من ضمنها الأسرة الناقصة لدينا الخاصة في مرضى الكوليرا، وكذلك المياه وأدوات النظافة والتعقيم. فنطلق نداء استغاثة إلى جميع الهيئات والمنظمات بالعون في هذه المواد الناقصة لدينا.